فعلا. شايفين نماذج مصر المشرفة اللي بيعرضها لنا المخرجنا الجميل أكرم فاروق. هرجع لضيوفه في الاستوديو، ورجل الأعمال المصري محمد متولي المقيم في سلوفاكيا بقاله 25 سنة في أوروبا، يعني قادر أرجع معاك شهرين نعمل حضرتك يعني نص مليون يورو وأرجع وكده أخلص كل الأقساط والمشاكل. تحت أمرك يعني. طيب اتفضل. هترجع تجدد او تعرض مشروعك تاني على سلطة موجودة في مصر ولا خلاص بقى يعني يأست؟ اقول لحضرتك حاجة، اول حاجة عملية اليأس انا ده يعني كلمة مش موجودة عندي في القاموس. نعم. ما عرفهاش. انا بحاول مع مصر وهحاول وهفضل احاول كويس الروح ده اخر يوم. لان عارف ان انا في النهاية هوصل. مش مشكلة مين اللي هو قاعد دلوقتي ماسك القرار، لكن هيجي الوقت اللي هقابل فيه شخص اللي فعلا هيقدر يقدر الشيء اللي انا بقدمه وعايز فعلا يعمل شيء للبلد. انا اللي انا مشروع بقدمه هقدمه للبلد ده مصر. حضرتك تابعت المبادرات اللي طرحتها جامعة الدول العربية لتفعيل قضية الطاقة المتجددة؟ انا كنت يمكن قبل ما يحصل الثورة بتاعت يونيو كنت موجود في مصر وحضرت اكتر من مؤتمر في الجامعة، وعرضنا طبعا على في دكتور يعني موجود هناك طبعا ذكر الاسم بلاش، عرضنا عليه المشروع وكلمنا على موضوع الطاقة المتجددة والمتجددة، وبصراحة هم أبدوا استعداد. بس هي كل المشكلة أنا بقول لحضرتك احنا عملية الاستعداد ما يكفيناش، ما يكفيش عندي ان واحد عاوزي ايه اللي ينقص مصر انا عايز التنفيذ، عايز حد يجي يقول لي تعالى انا عايز اعمل المشروع دوت، انت انا دلوقتي جاي بقدم لك مشروع، انا عايز اعمل عايز اطلع طاقه من البلد دي، عايز اخلي الطاقه ان انا اطلع في يوم عايز اشغل ناس، عايز اشغل ناس، عايز اجي في يوم من الايام بعد 10 سنين اللي هو الفكر بتاعي المفروض تكون اقل من كده ان شاء الله، بعد 10 سنين انا بصدر الطاقه. يعني معنى كده انا دخلت مصر للمرحله من الدول اللي هي الكبرى القوه. لان القوه هي الطاقه، انت ما تقدرش تشغل اي شيء نعم الا بالطاقه. النهارده يعني حتى مصادر الطاقه اللي موجوده ابتدت يعني تقل، وابتدوا يدوروا على مصادر بديله للطاقه. احنا دلوقتي عندنا طاقه موجوده في البلد، الطاقه الشمسيه، انا في عندي غير الطاقه الشمسيه انا في اللي هو طاقه المخلفات دي موجوده عندي، وفي عمليه تنقيه مياه البحر بحيث ان احنا نستعملها من خلال استخدام الطاقه الشمسيه والطاقه الريح. الطاقه الشمسيه دي طبعا احنا انا والدكتور رمضان احنا يمكن عاملين مجموعه وتعاون مع بعض في بالنسبه للمجال دوت، في حاجات كتيره جدا ممكن نعملها، ومش انا بس عشان خاطر برضو اقول على حضرتك المخلفات بتقدر تاخد منها المخلفات الطاقة. انا المخلفات بعمل منها الطاقه، والصرف الصحي تقدر تطلع منه الطاقه نفس النظام. انا هنا جاي يعني انا حتى كان في فتره الاولانيه كان محافظه شرم كفر الشيخ كانوا عايزين اساسا ان احنا نعمل، ورحت ساعتها برضو لوزاره البيئه واتكلمت على الموضوع دوت. انا يعني اقول لحضرتك حاجه، انا ما سبتش مجال، ما سبتش يعني مكان اقدر اخش فيه. ده انا اتضايقت لك وانا قاعد يعني اتضايقت ليك يعني انت حضرتك اتضايقت كان الله في عونك. انا ما اتضايقتش لان انا عارف ان انا هوصل في يوم من الايام فعلا انفذ الشيء ده، انا بعمل الشيء ده لمصر كويس والبلدي وعارف ان هيجي في انا مش مشكله مين اللي فات، هو ده اللي احنا منتظرينه. انا مش عايز اللي فات، انا عايز اللي جاي. ومش الكلام ده ليا بس، هو عشان خاطر بعرف الاجيال اللي جايه. مش انا لوحدي بس اللي عنده الحاجات ديت، في ناس كتيره جدا مصريين كتيره جدا موجودين بره يتمنوا ان هم يعملوا، وموجودين جوه مصر كمان يتمنوا ان هو يعملوا، بس عايزين الباب يتفتح. احنا يعني طالبينه بس الباب بس يتفتح لينا. هيتفتح بعد ما ناخد جيهان من فرنسا. استاذه جيهان ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا، ازيك يا استاذ محمد؟ ازي حضرتك؟ الله يخليك. اهلا وسهلا بحضرتك. حضرتك متابع الحلقه معنا؟ انا طبعا انا الحقيقه مش متابعها من فرنسا، ما عندناش البث المباشر، بس انا طبعا سامعه طبعا حوار مع حضرتك مع ضيوف، طبعا حاجه ممتازه جدا. طبعا هي ازاي نفعل العلاقة بين الحكومة وبين المصريين الموجودين بالخارج؟ تمام. هو طبعا احنا الاول عشان نقدر نتكلم في الموضوع ده، فاحنا لازم الاول يبقى احنا عندنا يعني في حقائق معينة لازم نسلم بيها. اولا طبعا حضرتك عارف ان ازمة المصريين في الخارج لهم مطالب كتيرة جدا 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 جدا، وعندهم مشاكل كتير جدا. نعم. بس انا الحقيقة انا حصرت الحاجات ديت في ثلاث مشكلات هتكلم طبعا عشان نضيق الوقت بسرعة جدا يعني. هو بس هي اهم حاجة ان احنا المشكلة اللي احنا بنقابلها كمصريين في الخارج، وانا لست متحدثة باسم احد المصريين فضل. ولا رئيسها في الجالية ولا غيره، ولا حتى اعتبر نفسي من احدى البارزات او في الجالية، لكن انا فعلا كمصرية مقيمة في الخارج انا بقول لحضرتك ان فيه انعدام ثقة ما بين المصريين في الخارج وما بين السفارات والقنصلات، وعدم وجود قنوات شرعية للتواصل معهم. يعني عدم وجود قنوات شرعية، وهناك ازمة ثقة على اعلى مستوى ما بين المصريين خصوصا هنا في فرنسا، وما بين اللي هم السلطات طبعا السفارة والقنصليات وكذا.
طبعا في مشكله ثانيه، دايما المصري في الخارج حاسس ان هو عنده شعور باهدار كرامته، الدوله ما بتديلوش اهتمام بصون هذه الكرامه. المشكله للاسف احنا مش بنشعر بيها هنا، يعني كان في اكثر من مواقف وحصلت مشاكل كتير جدا المصريين. طبعا كان فيه حوالي 8 ماتوا من المصريين، يعني لان طبعا في تدخل من الحكومه وكل شغل خارجيه وكل، بس في اجراءات بطيئه جدا. صحيح. يعني هو انا هقدر احصر حضرتك المشكله في ان فعلا فيه عدم وجود منفذ شرعي غير السفارات والقنصليات اللي المصري بالخارج يلجا ليها، يعني ما فيش اي قنوات شرعيه. طبعا انا يعني انا مش بهاجم ولا السفاره ولا القنصليات ولا الخارجيه بصفه عامه، لكن انا اللي بتكلم فيه ان احنا دلوقتي هم مش هيقدروا يحلوا مشكله كل مصري، ما فيش عندنا منفذ شرعي غيرهم. فاحنا حتى احنا للاسف الشديد صوره مصر الداخليه بتنعكس علينا ايضا في الخارج، هنا في تفكك رهيب، تفكك رهيب، مفيش اي تجمع نقدر نقول عليه شرعي، خاصه هنا في فرنسا. انا كل بشكر كل مجموعه يا فندم عامله اتحاد وبتتكلم باسم المصريين. انا بشكر حضرتك استاذه جيهان، وانت رسالتك وصلت وبتحزنينا والله. بس عندي سؤال اخير لاستاذ محمد، ايه اكبر المعوقات اللي ممكن تواجه اسره مهاجر عاوز يرجع باسرته ويقيم في مصر؟ هي ممكن نقدر نجمع المعوقات في كلمه واحده بس، الا وهي الروتين. الروتين جبل. انا كنت فاكر انه بيقول عليه حيطه، بصراحه انا لقيته جبل. الروتين انا قعدت سنه عشان اقدر اعمل شهاده او ميلاد اولادي وهما مصريين، سنه كامله. طيب في سؤال لحضراتكم انتوا الثلاثه، ايه القرار اللي حضراتكم عايزين الحكومه تاخده النهارده قبل بكره غير استقالتها؟ أن نتعاون معا، أن نتعاون معا ونشارك في شؤون الوطن في اتخاذ القرارات التي تراد، التي نريد تنفيذها لصالح الدولة. يعني يشركون معهم ويفعلوا ما يريدوا بس يسمعوا. يبقى في مشاركة. يبقى في مشاركة. دكتور رمضان طمان، الحكومة كإدارة لدولة لازم تقول خطتها وتقول أهدافها وتشوف احنا هنعمل ايه. انا بكلم عن المصريين في الخارج. هو ده المصريين في الخارج. المصريين في الخارج هيساعدوا في تطوير الصحة، في علاج مشكلة الزراعة، في علاج مشكلة السياحة. بس الحكومة تقابلهم وتسمع ليهم وتبقى في شراكه بينهم وبينهم. واذا المشاريع ديت هتكلف الدوله اي شيء يقولوا لا ما عندناش ماده. استاذ محمد بتولي، اللي انا اتمناه ان يكون في قناه بيننا وبينهم، بحيث ان احنا هم يقولوا لنا ايه الحاجات اللي هم محتاجينها واحنا نقدم لهم الحلول بتاعتنا، ويكون القناه ديت تكون ما كانش منتظره لرد موافقه وزير او رئيس وزراء، تكون يعني خاصه بذاتها، قناه تنفيذيه. قناه تنفيذيه، ان احنا ما ننتظرش ان هم بكره وبعده او لسه هناخد قرار، لا يكون عنده القرار اللي انا هتكلم معاه هو وحده بس، يكون مسؤول عن القرار للحاجات اللي احنا بنقدمها او اللي هو عايزها. ده اللي اتمناه. ده اللي انتوا تتمنوه من الحكومه. هل حد من حضراتكم انتوا الثلاثه تواصل مع السلطه التنفيذيه في الدوله، مع الحكومه جديد، مع وزراء قدموا تصورات؟ ايوه انا تواصلت كتير مع، وجدت ايجابي يعني ردود افعال ايجابيه مع الوزارات؟ وجدت ردود ايجابيه، ولكن المشكلة هو التفعيل، والتفعيل ده بيبقى في الشركات. والشركات ما عليهاش الرقيب اللي يحاسبهم على تنفيذ ما هو مقدم لهم. إلى صانع القرار في الدولة المصرية حاليا، وإلى صانع القرار في الدولة المصرية القادم، بقدم لحضرتك ثلاث نماذج فقط عينة من آلاف بل ملايين المصريين المهاجرين في الخارج، يحملون الأفكار والرؤى والأحلام، مش الأحلام، الواقع أيضا، يريدون أن يبنون مستقبلا أفضل لمصر وشعبها والأجيال القادمة، معهم الدراسات ومعهم العلم ومعهم التمويل، فماذا بقي لديك سوى أن تستمع وتنفس؟ أنا بشكر حضراتكم، بشكر أستاذ محمد عطية بطل النمر الأسود والمقيم في ألمانيا، وبشكر دكتور رمضان طمان المصري المقيم في روسيا والمتخصص في الكيمياء الحيوية،
وبشكر أستاذ محمد متولي المصري المهاجر والمقيم بجمهورية سلوفاكيا والمتخصص في نقل التكنولوجيا. بشكر حضراتكم، تصبحوا على خير، وبكرة حلقة مسؤول على الهوى وشرفنا فيها وزير السياحة.